ولسه اتوه هيبهركوا النهارده وهتشوفوا حركات جامده جدا زي دي كده. هتشوفوا كمان حاجات في السباحه بتاعته مش هتصدقوها، وفي طريقه مشيه بيمشي الحقيقه بشكل مميز جدا مش زي كلب البحر، ولا هنا حركه ما يقدرش بني ادمين كتير يعملوها. شايفين الرشاقه والمرونه والقوه، حاجة رائعة. ذكر أسد البحر يقدر يتجوز 30 أنثى، وهنا بقى المدربة قررت تورينا الفرق بين كلب البحر وأسد البحر، وأتو بيورينا عمل. لاحظت إن علاقته قوية جدا مع المدربة بتاعته، وشوف طريقة مشيه هنا، دي طريقة مشي أسد البحر، ولكن كلب البحر ما بيعرفش يمشي بالطريقة دي. هتشوفوا كلب البحر بيمشي إزاي لأن أتو هيورينا. أتو غير إن هو متدرب فهو كائن كوميدي جدا. هنا بيورينا كلب البحر بيعمل ايه، بيقولك ان هو بينتخ على الارض، ما بيعرفش يستخدم الزعانف الخلفية بتاعته ولا عنده زعانف امامية، وبيمشي بالطريقة دي. من الاخر كده بيقولك انا اجمد بكتير،